حقب الكلية الإكليريكية، هو من خريجي كلية الحقوق، ما فيش مانع يقدم طلب ولو انه جه متأخر. واحد بيقول: سمعت في عظة لقد أسدكم أنكم لا تصلون على الملحدين ولا المنتحرين. ما فيش صلاة على المنتحرين والملحدين. وأنا بدأت منذ حوالي عامين تأتيني أفكار إلحادية وشكوك، ولأني لا أعرف بوجود حروب روحية في الطريق الروحي سقطت وامتلأ عقلي بالشكوك. وامتلأ عقلي بالشكوك وصار عقلي في فراغ بسبب الشك الذي أطاح بإيماني، وصرت عاجزا مع الخروج من الشك، ولم أجد من ينقذني ويعرفني الصواب والخطأ. وأب اعترافي قال لي إني أؤمن بما في الكتاب المقدس، ولم يرد على الشكوك بالصح. المشكلة كيف تحل؟ الشكوك اللي جات لك في الإلحاد هي حروب خارجية، حروب خارجية مش داخلة في إيمانك من جوه. أما إذا كنت فعلا لا تؤمن بوجود الله من كل قلبك، لا تؤمن، فيبقى ممكن تجينا ونقعد معاك ونصلح الشكوك اللي عندك. دي حاجة بسيطة يعني. يعني قل لنفسك إذا كانت بلد زي روسيا رجعت للإيمان بعد 70 سنة من الإلحاد، يبقى كان إلحاد خارجي ما كانش إيمان داخلي. ادينا اسمك وعنوانك و أو تليفون ونشوف لك ميعاد ونقعد معك. أنا طلعت على ما أظن نبذة عن الإلحاد، ممكن أبعتها لك. هو طبعا الشك معروف، الشك من السهل يدخل إلى قلب الإنسان ومن الصعب يخرج منه، لكن ممكن. كل حاجة لها رد، كل حاجة لها رد. كون أنك ما تعرفش الرد مش معناها إن ما فيش رد. أنا هشوف ورقتك، بس اكتب لي اسم وعنوان وإحنا نشوف حكايتك. أما على كون أن الصلاة لا تجوز على الملحدين، فالملحد الذي لا يؤمن بوجود ربنا هتنفعه الصلاة بإيه؟ نقول يا رب ارحمه، هو ما بيعتقدش بوجود ربنا، فلازم يؤمن علشان الصلاة تفيده. انت خايف يعني اللي تموت، ما فيش حد يصلي عليك. طب وهتستفيد ايه من الصلاة ان كنت لا تؤمن بالحياة الاخرى ولا تؤمن بربنا؟ نشوفك ان شاء الله ونصلي لك مش نصلي عليك. أسئلة بتجيني واحد بيقول: نريد أن نطمئن على صحة قداستكم، وهل صحيح أنك سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية
وهل يجرى لكم علاج في مستشفى الدير؟ واحد تاني يقول: ما هي حقيقة ما يذكر من ان لا قدر الله عندك كذا؟ شوف يا ابني، كل الكلام ده كلام مش مظبوط، وبعض المجلات تفتكر انها لما تحط صورتي او خبر عني يكتر التوزيع، فتقول لك قول اي حاجة عشان اللقبط يتخضوا فيشتروا المجلة، نبقى كسبنا فلوس وخلصت على كده. هذه المسألة كلها. أنا كنت في رحلة رعوية للخارج ورحت ألمانيا، كان معايا نيافة الأنبا رويس ونيافة الأنبا يؤنس، وطبعا لا شافوني رحت أعمل فحوص ولا جت الفحوص لحد عندي، مفيش، ما كانش عندي دقيقة فاضي، وكلها كانت زيارات للكنيسة ونشاطها والأديرة بتاعتها والقرية بتاعتها وعملنا سيمينار للآباء كهنة أوروبا، وكلها مجالات رعوية. وصدقوني الكلام اللي بيقولوه ده أنا معرفوش، أنا شفت المجلة دي وقريت اللي فيها، يعني لقيت شوية يقولوا مريض بالمرض الفلاني، ولكن بعض الناس في المقر البابوي بيقولوا لا لا لا، ما عندوش ده، ده عنده المرض الآخر. وبعدين بعد ما يتكلموا على المرض الآخر يقولوا ولكن البعض يقول لا عنده حاجة تاني. الناس دول عايزين يبيعوا المجلة، ما فيش أكتر من كده. ودلوقتي بقت لابد في المجلة دي، لابد كل أسبوع يكون لي اسم أو صورة أو إعلان خارجي عشان اللقباط يشتروا المجلة. ده اللي عايزة فحوص هي المقالات بتاعتهم. دي نتيجة محبتكم انكم لما تشوفوا صورة تشتروا المجلة، فيعني خففوا المحبة شوية علشان لما ما تشتروهاش مش هيكتب. ولا مستكترين عليا مستكترين عليا ال 74 سنة عمري، يقولوا لا 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 ده الراجل ده لا. واحد برضو بيقول هل نرد عليهم؟ لا ما نردش ولا كأننا سمعنا، احنا قلنا حاجة. اهلا، ازيك؟ واحد بيقول ارجو ان ترد على سؤالي هذا الذي يحيرني كثيرا. سؤالي هو: كيف ستكون الحياة في الملكوت؟ احسن اجابة ان انا ما اعرفش. اصل هقول لكم ليه. في آية مشهورة كورنثوس الأولى إصحاح 2 آية 9 مشهورة كلكم حافظينها، يقول: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبون اسمه القدوس. فإذا كان يخطر على عقلي الإجابة يبقى مش هو اللي حصل. أنا بقول لك حاجة لا تخطر على قلب بشر. هو أحسن حاجة في الملكوت هو التمتع بالله نفسه، التمتع بالله نفسه. ودي طبعا احنا ما نقدرش نعرفها تبقى ازاي،
هو صحيح في سفر الرؤيا اتكلموا عن تسابيح وأناشيد لا يعرفها أحد، لكن برضو الحاجات دي الواحد ما يعرفهاش. هو الملكوت عبارة عن عشرة الله، عشرة الملائكة، عشرة القديسين، هم الثلاث حاجات دول، عشرة الله، عشرة الملائكة، عشرة القديسين، والتمتع بكل هذا. لكن كيف يكون؟ ما اعرفش. يعني حتى بالنسبة إلى معرفة الله، في إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 3 بيقول: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. تصوروا لما يبتدي إنسان يعرف ربنا، مش يعرفه من كتب اللاهوت، يعرفه المعرفة التي تشبع قلبه وعقله، ومجرد لذة في إن يراه أو يتمتع به. كل ما تعرف تزداد محبة، وتدخل في حالة من الدهش العجيب، وبعدين ربنا يوسع قلبك عشان تعرف أكتر. وكل ما تعرف أكتر تجد نفسك إنك محدود يسعى وراء غير المحدود. إيه معرفة الله؟ إيه التمتع بالله؟ إيه عشرة الله؟ إيه عشرة الملائكة؟ كل دي حاجات تاخد وقت. يعني مجرد ربنا يعرفك بالشاروبيم والصاروفيم تاخد وقت، مجرد يعرفك بالعروش والأرباب والقوات تاخد وقت، مجرد يعرفك بالقديسين الشهداء تاخد وقت، مجرد يعرفك بأبطال الإيمان تاخد وقت. كل دي من جهة البشر بس. مجرد يعرفك بالأنبياء تاخد وقت وتاخد متعة. ده قيل إن أحد القديسين ساعة وفاته، يعني ربنا قال له عايز إيه قبل ما تموت، قال له عايز داود يرتل لي على قيثارته، فبعت له داود يقول: ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، فإن الرب قد أحسن إلي. ويقول: كريم أمام الرب موت قديسيه. وانبسط هذا القديس وقال له: كفاية يا رب، الآن تطلق عبدك بسلام. ده مجرد إنك أنت تسمع داود وآساف وهيمان، دي لذة. مجرد انك تعرف تسمع أصوات الملائكة دي لذة أخرى. مجرد انك تتعرف بالأنبياء دي لذة أخرى. الحاجات دي يعني ما ينفعش الكلام عنها. على كل إن شاء الله لما أنت توصل للملكوت بعد عمر طويل هتشوف الحاجات دي، بس مش دلوقتي يعني. لا دي واحدة ست الظهر اللي بعتها. واحد بيقول: أرجو
نصيحة في هذا الموضوع. ظلمت في موضوع كبير وحاولت الانتقام بيدي لكن لم أستطع، فذهبت لأحد الآباء الكهنة وطلبت منه أنه يقلب لي صينية المناولة من غيظي على الشخص ده. يعني طبعا ده كلام مش تمام. والكتاب المقدس بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، وربنا بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. والإنسان الروحي لا ينتقم ولا يطلب من الله أن ينتقم له، وإنما يغفر. أنت ظلمت، الرب يحكم للمظلومين، لكن لا تطلب شرا لأحد، لا تطلب شرا لأحد. تم المسيح قيل عنه أنه هو ظلم أما هو فلم يفتح فاه، وظلم ولم يدافع عن نفسه، وكان كشاة تساق إلى الذبح، وغفر لصالبيه وهو على الصليب. فبلاش روح الانتقام اللي عندك. إذا ظلمت قل له يا رب إن كنت مش قادر أخد حقي على الأرض أنت تديني حقي فوق وتعوض فوق من حيث لا أعلم. لكن لا تطلب لنفسك الانتقام ولا تطلب من أب كاهن أنه يطلب لك الانتقام. معلش ربنا هيعوضك إن شاء الله. واحد بيقول إنني أحب قراءة الشعر جدا جدا ومع ذلك لا أقدر أن أكتب الشعر، فأرجو إرشاد من قداستك كيف أكتب الشعر يا رجل الشعر. هو الشعر طبعا موهبة، موهبة، لكن في ناس بيعرفوا يكتبوا الشعر عن طريق تشبعهم بالموسيقى بتاعت الشعر. يعني مثلا لو لقيت قصيدة بتقول يعني وزنها فاعلات 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 فاعلات، يعني أربع كلمات على وزن فاعلات في بيت شعر واحد، فلو القصيدة دي فيها 50 بيت وقعد انت تكررها 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 هتبص تلاقي النغمة لصقت بذهنك، فتقعد تكرر النغمة بدل ما تكررها بالتنتنة والتفاعيل هتكررها بألفاظ. أنا كنت وعدت البعض إن أنا أعمل لهم دراسة للي عايزين يعملوا يكتبوا شعر، أرجو أن يفكروني أن أبقى أعلن عندي وأجيب الناس وأعلمهم إزاي يكتبوا الشعر. لكن لازم يكون في موهبة من الأصل، بس التعليم يعني يشذب أو يهذب أو يرتب هذه الموهبة. كل ما تقرأ كتير كل ما تتشبع بأوزان الشعر وبعدين تقول عليه كلام. زي حبيب جرجس، حبيب جرجس كان لا درس شعر ولا حاجة، لكن كان بيدرس ترانيم الكنيسة وألحان الكنيسة، وبعدين نغمة الألحان كان يقول عليها أبيات، يعني ياخد النغمة في مخه وبعدين يقول عليها ألحان. إن شاء الله أعمل لكم فصل لتعليم الشعر. واحدة بتقول سيدنا أنا مخطوبة لقريبي غصب عني علشان أرضي أهلي، لكن أنا مش عايزة هذا الشخص ولكن أهلي عايزينه. يا ريت تقول لواحد من قرايبك اللي يقدر يتوسط لك في الموضوع عند أبوك وأمك إن بلاش ده،
دي طريقة. أو طريقة تانية ما تديلوش وش. عارفين الكلام ده يعني ايه؟ الستات يفهموا فيه. نعيد. يعني يشعر بأنه غير مقبول. فمن هو هو من نفسه يمشي. جايز أبوك وأمك يدوك فيها ألمين ثلاثة، لما تاخدي ألمين أحسن ما تقعدي متألمة طول حياتك. أو جايز يقولولك مش عايزاه ليه؟ تكوني بتحب واحد تاني، هو احنا عندنا بنات يحبوا واحد تاني؟ ويقعدوا بقى يعني يعذبوك يهنوك يعملوا لك اي حاجة. دي تتوقف عليك، هل تقدري تعيشي مع هذا الشخص ولا لا؟ وهل لو انت سبتيه تلاقي احسن منه ولا لا؟ ما هو لازم توزني الموضوع. افرضي رفضتيه وما جاش واحد بداله، ما فيش بدل فاقد يعني، عملت ايه؟ اوزنيها. واحد بيقول اريد تفسير ما ورد في كورنثوس الاولى 5:5، يعني أأمر أن يسلم مثل هذا الإهلاك الجسد لكي تخلص الروح فيه من رب. يعني يضرب ضربة في الجسد زي ما أيوب الصديق اضرب ضربة في الجسد وأتعبته، كعقوبة ليه لكي يتوب ولكي تخلص الروح في يوم الرب. وفعلا الشخص ده تاب، وفي الرسالة الثانية بولس الرسول قال أحب أن تمكنوا له المحبة لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. سؤال بيقول إذا أصيب أحد الزوجين بمرض بحيث إذا اتصل جنسيا بالآخر سوف يصيب بالمرض، فهل يجب أو يجوز للطرف السليم الانفصال والتزوج ثانية؟ لا. إذا أصيب أحد الزوجين بمرض يخدمه الآخر، إذا كان الاتصال الجنسي يجيب عدوى يبقى بلاش اتصال جنسي، لكن تبقى العلاقة موجودة وخدمة الطرف المريض موجودة. لكن الانفصال والزواج ثانية ده مش ممكن. حتى لو انفصلوا خوفا من العدوى ما يقدرش الطرف اللي انفصل انه يتجوز، لان انتوا عارفين لا طلاق الا لعلة الزنا. وإلا كانت امرأة أيوب الصديق تطلب الانفصال عنه، والزواج مش معناه ياكلوه لحمه ويرموه عضم. واحد بيقول لماذا لا نصلي بالقداس الحبشي؟ هو اخواتنا الاحباش عندهم 14 قداس نشرهم ابونا مرقس داوود زمان، فاحنا كفاية علينا الثلاثة يعني. واحد بيقول كيف احفظ الايات بشواهد؟ بالتعود، وكل يوم تحفظ لك، كل اسبوع تحفظ لك آية اتنين تلاتة لغاية لما يجي وقت عليك تحفظ كتير. واحد بيقول هل بعد انتقالي من العالم الفاني الى الابدية في ملكوت سموات
أرى وأقابل والدي ووالدتي القديسين، هما لو كانوا قديسين وانت قديس هتتقبل، لكن إذا كانوا مش قديسين وهم هيروحوا في حتة وانت هتروح في حتة، يبقى هتقابلهم ازاي؟ فيشترط من اللقاء ان يكون الكل هيروحوا مكان واحد، يعني يكون الكل أبرار يروحوا مكان واحد، أو لا سمح الله لو كانوا الكل أشرار برضه هيروحوا في مكان واحد. فإذا كان والدك ووالدتك من القديسين يبقى أنت عشان تقابلهم عش في حياة القداسة لكي تقابلهم. إن كان والدك ووالدتك من القديسين وعايز تقابلهم عش في حياة القداسة لكي تقابلهم. وسواء كده أو كده لازم تعيش في حياة القداسة. واحد بيقول أنا عندي ولدين وبنت، هل البنت تاخد زي الولد؟ وعايز أخلص ضميري. هي المسيحية ما بتقولش إن البنت تاخد نص الولد، ده تعليم إسلامي. فأنت إذا حبيت تدي دول زي دول تقدر تخلص الحكاية دي وانت على الأرض، يعني تكتب لهم بيع وشراء قبل ما تروح. لكن الراجل عايز يخلص ضميره، مش بس يخلص ضميره ويخلص فلوسه. لأن لو ما عملتش كده هتطبق الشريعة والبنت تاخد نص الولد. طالب عايز يتنقل للكلية الإكليريكية، هو كان في المحرق، هنشوف حكايته وندرس. واحد بيقول أرجو من قداستك طبع كتاب أو نبذ عن الأحوال الشخصية وحقوق المسيحي كما وعدت. حاضر. وواحد تاني بيقول لي أرجو إنك تكتب لنا نبذ عن الملائكة. برضو حاضر. واحد بيقول هل يوجد سن محدد لرسامة الكاهن أو الأسقف؟ وما هي شروط اختيار الكاهن؟ هو طبعا لابد من السن اللي فيه النضوج العقلي والروحي والقدرة على قيادة الآخرين. النضوج العقلي والروحي والقدرة على قيادة الآخرين، ودي تختلف من شخص لشخص. يعني أنا لما ابتديت مسؤوليتي الحاضرة بعض الجرائد قالوا بطرك صغير في السن، وكان عمري 48 سنة وقالوا علي صغير في السن. القديس أثناسيوس الرسولي بقى بطريرك للكرازة المرقسية وعمره حوالي 30 سنة، يقولوا عليه ايه ده صغير ولا يقولوا اصغر من صغير حتى؟ هي تتوقف على الشخص ومدى نضوجه ومدى قدرته على القيام بالمسؤولية الكهنوتية قسا كان أو أسقفا. الشروط الروحية موجودة في الكتاب المقدس في قوانين الكنيسة، تقروا في تيموساوس الأولى إصحاح 3
في الرسالة إلى تيتوس إصحاح واحد، في الدسقولية في كلام كتير خالص عن الحاجات دي، في قوانين الكنيسة، في أوصاف. المهم إن هو يكون لائق للقيادة الروحية. ومسألة السن تختلف من واحد لواحد حسب قدراته. واحد بيقول لماذا في كل صلواتنا نذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولا نذكر آدم ونوح؟ وهل أحب الله هؤلاء أكثر من آدم ونوح؟ أجل حكاية آدم شوية. لأنك أنت عارف أن آدم لم يقم بأي رسالة معينة يعني في العالم، ولا يوجد في الكتاب المقدس غير خلقه وخطيئته ووعده بالخلاص، لكن لم تذكر رسالة معينة قام بها آدم يعني. نوح ما فيش شك انه كان برا جدا يعني. ابراهيم واسحاق ويعقوب الله نفسه كان يحب ان يتسمى بهم. يعني لما ظهر لموسى النبي في سفر الخروج اصحاح 3 قال له انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ولما ظهر ليعقوب قال له أنا إله أبيك إبراهيم وإله إسحاق. فربنا كان بيتسمى بيهم على اعتبار أن ربنا دعا إبراهيم ومن نسله تباركت الأرض كلها. ربنا دعا إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 12 وقال له أباركك وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك بنسلك جميع قبائل الأرض وتكون بركة. لدرجة أن في العهد الجديد لما اليهود كانوا بيجادلوا المسيح ويقولوا إحنا أولاد إبراهيم، كان بيقول لهم الذي يعمل أعمال إبراهيم أولئك يكونون أولاد إبراهيم. اللي بيعملوا أعمال إبراهيم، إبراهيم ما في شك أنه أبو البشرية كلها بعد آدم وبعد نوح. ويمثل اختيار الإلهي يعني. وربنا إدى كرامة كتيرة لآدم ونوح، لكن خص إبراهيم وإسحاق ويعقوب ببركات كثيرة، وجي من نسلهم المسيح. احنا خدنا اسئلة كتير. السؤال بتاع الاخ اللي طالب يلتحق بالاكليريكية من الدير المحرق، ادارة الكلية بتقول ان لما تقدم للالتحاق بالدير المحرق كان حاصل على 52%، كما ان اكثر من طالب يريد التحويل من دير المحرق لازم يشترط نسبة نجاح كبيرة. هنتصل بنيافة الأنباسويرس ونشوف الحكاية دي. نكتفي بالاسئلة دي. على فكرة يعني حاضر معانا النهاردة الأخوة الضيوف اللي جم قعدوا جنبنا هنا، دول فوق سياحي من ألمانيا ومعهم أسقفهم، وهم مجموعة إنجيليين وكاثوليك
كما حضر معنا أيضا غيرهم، دول ناس من ألمانيا، حضر معنا أيضا ضيوف من السودان ومن أستراليا ومن سوريا، نحييهم جميعا. أي ترتيلة بسيطة على بالنا نرتب الورق بس. قدس الإله الواحد آمين. أنا عايز أكلمكم على نوع من الناس ينطبق عليه قول السيد المسيح: من وجد نفسه يضيعها. في أشخاص يشكون من الآخرين أنهم ضيعوهم، ويكونون هم الذين ضيعوا أنفسهم. لأن زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم: لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. مش ممكن تجي لك أذية من الخارج تأثر على حياتك فعلا. جايز ناس يضطهدوك، ناس يتكلموا عليك، ناس يعملوا يسووا، لكن لا يستطيع أحد منهم أنه يضرك. لا يستطيع أحد أنه يضرك ضرر حقيقي. لا يستطيع أحد أنه يؤثر على أبديتك، ولا يستطيع أحد أن يؤثر على علاقتك مع الله. فالإنسان إذا أراد أن يعيش مع ربنا يهمه قبل كل شيء حياته الخاصة كيف تكون، حياته الخاصة كيف تكون. يعني في أشخاص يضيعون صحتهم، بتصرفهم الخاص، زي إنسان مثلا تلاقيه كثير الغضب، كثير النرفزة، يتأثر بسرعة، ينفعل بسرعة، يهيج بسرعة، يثور بسرعة، ده بيضيع نفسه. ما يقولش فلان أثارني، إنما يقول أنا شخص سهل الاستثارة، ممكن مريض بالغضب بالنرفزة أقل كلمة تتعبني. دور على نفسك، ما تقولش في حد بيضيعك، أنت جايز تضيع نفسك. أنا أفتكر مرة واحد جاله أثناء ما كانت الدولة زمان بتعمل قرارات التأميم، فأمموا له شركة كبيرة تعب فيها، وبعدين جوني وقالوا لي فلان أصيب بذبحة صدرية، فرحت له، كنت أسقف ساعتها، قلت له يا فلان انت بتتعب نفسك ليه؟ اقصى ما تعمله فيك القوانين انها تاخد بعض املاكك، لكن انت لما بتتعب من جوه انت بتضيع حياتك كلها. من بره يضيعوا لك شركة، لكن من جوه انت بتضيع نفسك، بتضيع صحتك، بتضيع حياتك. ففي ناس بيضيعوا صحتهم وبيضيعوا حياتهم وبيجيبوا لنفسهم أمراض وبيضروا نفسهم بطريقة تفاعلهم مع الأمور. في إنسان آخر تلاقي صدر واسع وقلب واسع، ومهما هاجت الدنيا عليه ما بيتعبش. ليه؟ لأنه ليس من النوع اللي بيضيع نفسه.
يعني أيوب الصديق الشيطان حسده، ضيع منه كل أملاكه، بل ضيع أيضا عياله، فقال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. المشكلة اللي من بره ما تعبتوش من جوه، الحاجة اللي تضر الإنسان إنه يتعب من جوه، كلمة تتعبه، إهانة تتعبه، مشكلة تتعبه، فمن جوه يغلي، والغليان الجواني هو اللي بيضيع نفسه. عشان كده أصعب حاجة إن الإنسان يضيع نفسه، أصعب حاجة إن الإنسان يكون عدو لنفسه، يتعب فكره، يتعب قلبه، يتعب أعصابه، يضيع روحه. ولذلك أنا دايما بقول للناس، يعني ما تخليش المشكلة البرانية بالنسبة لك تبقى مشكلة جوانية. الناس يتعبوك من بره، لكن انت ما تتعبش نفسك من جوه. في انسان بيضيع صحته مش بس بالنرفزة او بالغضب او بالهيجان الداخلي، ممكن بيضيع صحته بممارسات خارجية مش مظبوطة، بخطايا معينة، يضيعها بالمخدرات، يضيعها بالسكر، يضيعها بالزنا، يضيعها بحاجات كتيرة، فيبقى هو اللي بيضر نفسه. ما يقولش المجتمع بيضرني، ما يجيش واحد يقول أنا تعبني إن الإذاعة مش مظبوطة، إن التلفزيون مش مظبوط، إن المجلات مش مظبوطة، إن الأخلاقيات مش مظبوطة. كل هذه الأشياء لا تستطيع أن تضرك إلا لو أنت قبلتها، إلا لو أنك أنت قبلتها وتعاملت معها. لو ما قبلتش وما تعاملتش ما فيش حاجة تضرك، ولا حد هيرغمك على أنك أنت تمشي في الغلط. أنت بتمشي في الغلط بكامل إرادتك، فلو انضريت تبقى أنت اللي بتضر نفسك، فلو انضريت تبقى أنت اللي بتضر نفسك. في إنسان بيضيع صحته، وفي إنسان بيضيع ماله، وهو في ناس غاويين يضيع نفسهم، يضيع ماله، زي اللي ماله يجيب به سجاير ويحرق السجاير وينفخ دخان. تقول له استفدت ايه؟ ما استفدش، ده انضر، لكن هو غاوي يضر نفسه. اللي بيدخن ده غاوي يضر نفسه ولا مش غاوي؟ هو غاوي يضر نفسه. ما فيش حد بيرغمه انه يدخن يشرب سجاير، بالعكس تجدوا إعلان كبير في مجلة عن نوع معين من السجاير، ومكتوب تحتيها الصحة العالمية ترى أن التدخين مضر بالصحة، وما يهمهمش. فده بيضيع نفسه وبيضيع ماله. وفي إنسان بيضيع ماله في ملاهي، في لعب، في القمار، هو بيضيع نفسه وبيضيع ماله، وجايز يضيع صحته وماله في نفس الوقت زي بتوع التدخين دول. تقول له صحتك ومالك ولا يهمه. الابن الضال ضيع ماله في عيش مسرف، اخذ ماله ضيعه مع اصحابه. في ناس بيضيعوا مستقبلهم، تلميذ بيضيع مستقبله، ما بيذاكرش،
يهمه اللهو اكتر من المذاكره. تقول له مستقبلك ما بيهموش لغايه لما يتخرج، ويتخرج بمستوى ضعيف ويلاقي المستقبل ضايع امامه ولم يضيعه الا هو نفسه. هو نفسه يقول لك اصدقاء السوء ضيعوه. اقول لو ما كانش مشي معاهم بارادته ما كانوش ضيعوه. على راي واحد يقول قل لي من هم اصدقائك اقول لك من انت. هو اللي اختار هؤلاء الاصدقاء بكامل ارادته، وهو اللي مشي معاهم بكامل ارادته، وهم اللي ضيعوه بكامل ارادته. إذا كان ربنا أعطاك الحرية إنك أنت حتى تقول ما فيش ربنا، أفلا يعطيك الحرية إنك أنت تقول بلاش هذا الصديق أو غيره؟ أنت حر. فالإنسان بيضيع نفسه بنوعية الصداقات اللي بيمشي فيها. عجيب إن الواحد ما بيفكرش ان هو بيضيع نفسه. طب في واحد بيضيع ماله، وفي واحد بيضيعه كنزه للمال، زي الغني الغبي اللي قال اهدم مخازيني وابني اعظم منها، واقول عندك يا نفسي اجمع غلاتي وغيره، واقول عندك خيرات كثيرة لسنين عديدة. ضيع نفسه بانه بيحفظ المال. ده احنا لو اردنا نحتفظ باموالنا كويس نصرف منها على الفقراء، نكنز لنا كنوزا في السماء، نبعتر شرق وغرب على المحتاجين. يبقى بالشكل ده انت مش بتضيع مالك، انت بتكنز مالك في السماء. طب اللي ما بيكنس ماله في السماء بيحصل ايه؟ يحصل ان يجي وقت يموت ويسيب المال ده. طب لما تسيبه استفدت ايه؟ يقول لك لعيالي. طب لما عيالك ياخدوا فلوس وانت ما تروحش ملكوت الله يبقى استفدت ايه؟ اعطي عيالك بقدر، واعط الفقراء ايضا، واكنز لك كنوزا في السماء. اولادك لو خدوا منك مال كتير لن يشفعوا فيك اذا كنت انت ما عملتش اعمال رحمة. هيفيدك بايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. وللأسف جميع الناس يقولوا كده، انا سايب لأولادي، انا بعمل لأولادي. سيب ليهم بقدر، وادي لربنا ما هو مطلوب منك. ادفع العشور، ادفع البكور، ادفع النذور، ادفع ما هو فوق ذلك. اهتم بكل من هو محتاج. اعطي 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 على قدر ما تستطيع، وان ما اعطيت شيء تبقى بتضيع نفسك، تبقى بتضيع نفسك. في انسان بيضيع صحته، وانسان بيضيع ماله، وانسان بيضيع اصحابه، بيضيع اصدقائه. الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم. وفي واحد بكلمة يضيع صديق بتاع 10 سنوات او بتاع العمر كله. بالتصرف واحد يضيع أصحاب عاش معاهم العمر كله. بكلمة رديئة يخسر الناس، بتصرف رديء يخسر الناس. واللي بيضيع الناس بيضيع نفسه. ليه أنت تضيع غيرك؟ ليه تضيع صديق؟ ليه تضيع ده زوج ممكن يضيع زوجته بموقف عنيف، بلحظة غضب،
بتصرف طائش. زوجته اللي كان بيحبها واتجوزها بعد جهاد طويل بغلطة واحدة يخسر بيته. يقول له انت ضيعت بيتك. يقول لك اعمل ايه، انا كنت تعبان كنت زعلان. كنت تعبان كنت زعلان، تضبط نفسك. الانسان اللي بيضبط نفسه بينقذ نفسه من خسارات كثيرة. ولكن انسان جايز يضيع اصحابه، جايز يضيع زوجته، زوجة تضيع زوجها بمجرد تصرف طائش او كلمة طائشة او غضب طائش او لحظة طيش. يا مناس ضيعوا نفسكم في لحظة طيش. انسان جايز يضيع وقته، ووقته عبارة عن حياته. هو ايه حياة الانسان؟ ما هي شوية وقت. صدقوني لما اكون مسافر في يوم من الايام والاقي ناس في السكه يعني من شباك العربيه قاعدين في نادي في قهوه بيلعبوا طاوله بيلعبوا كوتشينه، اقول ايه دول الناس دول عندهم وقت يضيعوه بالشكل ده؟ عندهم وقت؟ طب ما الوقت ده جزء من حياتهم. ساعات واحد يقول أريد وسيلة لقتل الوقت. لقتل الوقت يعني لقتل حياتك، ومش حياتك شوية وقت. لما تقتل للوقت يعني بتقتل حياتك. ما أسهل وجود كثيرين يضيعون وقتهم وبالتالي يضيعون حياتهم. يقول لك بضيع وقت، او ياخد وقته جنب الراديو جنب التلفزيون بيقول بضيع وقت. لهذه الدرجة وقتك رخيص عليك. انا ما بقولش ما يكونش عندكم شيء من الترفيه، بس يكون بعقل. فترة بريك كده ما بين مشغولية ومشغولية، لكن يكون الاساس هو الاستفادة من الوقت وليس ضياع الوقت. الاستفادة من الوقت وليس ضياع الوقت. في انسان تاني كل دقيقة يبني بيها حياته، يبني بيها عقله، ثقافته، روحياته، يستفيد من الوقت مش يضيع الوقت. لكن يا مناس بيضيعوا، يضيع صحته، يضيع ماله، يضيع وقته. وفي انسان يضيع سمعته ببعض التصرفات، تلاقي الناس خدوا عنه فكرة سيئة مش قادرين يغيروه، يضيع سمعته بتصرفات غير سليمة. او بنت تمشي مع ولد ولا هيتجوزها ولا حاجة وتضيع سمعتها. أو ولد يمشي مع ناس أشرار ويضيع سمعته. أو واحد يمشي في الغش أو يمشي في الرشوة ويضيع سمعته. ما أسهل من يضيعون سمعته. حد ضيعك؟ فيش حد ضيعك، هو اللي بيضيع نفسه، هو اللي بيضيع نفسه. أصعب من كل دول من يضيع شرفه، ومن يضيع عفته، ومن يضيع أخلاقه، ومن يضيع نقاوة قلبه بكل الطرق. واحد يقرأ مجلة رديئة أو يشوف صور رديئة أو يطلع على أفلام رديئة وتملى مخه برداءات كثيرة وتضيع نقاوة قلبه وهو مش دريان بروحه. كل شوية والتانية يضيع في قلبه ويضيع في نقاوته جوه. ليه بس كده؟ لماذا هذا الإتلاف؟
ربنا اداك قلب نظيف وقلب نقي، وخرجت من المعمودية وانت انسان جديد، زي ما بيقول بولس الرسول في غلاطية 3:27: لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. واحد لبس المسيح، لبس البر الذي في المسيح، لبس صورة الله التي في المسيح، لبس القداسة التي في المسيح، لبس الطبيعة الجديدة في المسيح، وبعدين يضيع كل هذا، يضيع بعيش مسرف، يضيع النقاوة الداخلية، يضيع فكره. زي السؤال اللي قاله الأخ ده، قعد يقرأ قراءات لجاية لما جابت له أفكار إلحاد فضيع فكره. ده في إنسان بيضيع إيمانه. عايزين أكتر من كده؟ إنسان يضيع إيمانه، يضيع إيمانه إزاي؟ بالخلطة بأفكار عدم الإيمان من كافة الطرق. الخلطة بأفكار عدم الإيمان من كافة الطرق. لماذا هذا الإتلاف؟ لماذا تضيع نفسك؟ كل إنسان بإيده أنه يمشي صح، وحتى لو ضيع شيئا يستطيع أن يسترجعه. حتى لو ضيع شيء يستطيع أن هو إيه؟ يسترجعه. ما يقولش أنا ضيعت مستقبلي، قل له ما زال في يدك البقية الباقية عندك تكون ليك مستقبل من أول وجديد. ما يقولش أنا ضيعت حياتي، قل له عندك فرصة إنك تبني حياتك من أول وجديد. أصعب حاجة في الدنيا دي كلها إن الواحد يضيع أبديته، يضيع أبديته. كل حاجة تضيعها ممكن أن تسترجع ما عدا الأبدية. إذا ضيعت أبديتك، يقول لك الكتاب: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي عوضا عن نفسه؟ نفسه هلك وضيع روحه. كل إنسان عليه إن هو يدرس الطريق كويس، أين طريق الضياع وأين الطريق اللي يتمتع فيه بالوجود الحقيقي هنا وبالوجود الحقيقي في الأبدية. لماذا تضيع نفسك؟ تقول أخطيت، أقول لك تتوب تسترجع نفسك مرة أخرى. تقول قلبي قد تلف من الداخل، أقول لك ممكن إن قلبك يسترجع نقاوته. كل حاجة ممكنة، كل حاجة ممكنة، لكن لازم كل واحد يعرف الطريق التي يسلك فيها. السكة دي توصل لحد فين؟ السكة دي توصل لحد فين؟ إذا كان ماشي في طريق الضياع يصلح روحه، يقعد كده بينه وبين نفسه يقول لحد دلوقتي إيه اللي أنا ضيعته؟ وكيف أسترجعه؟ كيف أسترجعه؟ ضيع مهما ضيعت، ولكن لا تضيع الله نفسه من حياتك. ما تفقدش ربنا نفسه، ما تفقدش ربنا نفسه. داود الملك والنبي كان يقول: واحدة طلبت من الرب إياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. يقول لربنا: طلبت وجهك، ولوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. حاول إنك تعيش مع ربنا
وانك انت تكسب ربنا ولو خسرت كل حاجة. بولس الرسول قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه، لكي اربح المسيح واوجد فيه. ولا تلقي باللوم على غيرك، ولا تلقي بالروم على غيرك. انت كامل الارادة، انت عقلك معاك، ارادتك معاك، تقدر تعرف كيف تسلك حسنا في الحياة. ايه اللي احنا ضيعناه في حياتنا؟ سهل نرجعه. ده ممكن انسان يكون حياته ضاعت ويرجعها في اقصر وقت ممكن. يعني اغسطينوس مثلا ضيع حياته السابقة كلها، مش بس في فساد خلقي وانما ايضا في ضياع فكري ايضا، وبعدين استطاع ان يسترجع كل شيء ويبقى مركز تأملات روحية لجميع الناس. موسى الأسود ضيع حياته في الشر والقتل والقسوة، قدر يسترجعها مرة أخرى ويصبح من القديسين. ما مريم القبطية بيلاجيا ضيع كل واحدة منهم ضيعت شرفها وحياتها، استطاعت تسترجع كل هذا وتصبح من القديسات. فعلى رأي واحد من القديسين الكلمة اللطيفة، قال ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. مش هيسألك ايه اللي ضيعته، هيسألك لماذا لا تسترجع كل ما ضيعته. ده بولس الرسول وهو شاول الطرسوسي مش ضيع الوقت كله في اضطهاد الكنيسة، ده ضيع ناس تانيين ومع ذلك استرجع كل شيء. المهم كيف تسترجع ما ضيعته. يعني أريان سوالي أنصنة، ياما قديسين استشهدوا على يديه وتعذبوا على يديه ومع ذلك استرجع هذا كله لما وصل لربنا وصار مؤمنا وصار قديسا واستشهد هو ايضا. نكتفي بكده ونطلب ان ربنا يعطينا ما ضيعناه.